قبضا رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها هبين هبين هذا كمذا وحي كم نامتي ننكي ذي أو صورة دي سي لبدلي مركاس كتري وريا وحن كم نامي هذا صورة دي لبدلي محاك جرس دي وحجران وعود وحد ركت وحبك مجران نقص حبو كويري هذا هبين لبعض بي كم نامتي ننكي ذي أو صورة دي سي لبدلي مركاس كتري وريا دي بيقو صور نقطة سي وحجران إيشك هذا هبين سد حد بي كم نامتي مركاس بيسقي بارون تشيغو كويري أنو دين تي ديوان بدليو دين الإسلام كوان كبحو دين النصارى دان قليبو كويري إنا لله وإنا إليه راجعون أيان در ويان وآيان درن نكا إسلام نما الله سو هجرو دي أرض مكة كلا سو هجرو دي إيماني إسلام نما دي نبت بات سدو أرض الحبشة مركو يمدنا فتنو بي ونسأل الله العافية إلهي بان كبت كما كان قال إنه إنك نفنيو مروال بكود عيسو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وبدل دين تيسي وردو بي سلاني ما دي بوكب حي مرادو غفك دين تي اسلام كي لا هاي سيي وكب حو دين كلو حق ودوية جرتا ما جرتا وقو لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار النبي عليه الصلاة والسلام أحد أمد محمد أحد أمد إداء أما يهود هذا النبي أما النصراني من هذا إمام مغلو حدو إمام مغلو إسقو أنك أنني الرومين هدي أجد شكوت ما دنا كاس النار بكود عيب رسولك يدي إسلام دين إسلام مر هذا الدنيا تمدي وحي أدونك دين إسلام نمده هرتي جري ودن دين إسلام كوي هذا مسح ده أقو ساس أمر كأني كاس أكون نقد مرتد أورد دبي إسقاط شارب الخمر يا أورد دبي مرتد دين إسلام كأكون نقد نارد الحبش كود إنتهى ليدين رملة رضي الله عنها ده نجوري جديد بمر كأي ده كل جد هبين مدوهل كأكون صحتها أقل دحدي waddan ka ay timidena dadka ku nool afkooga garanimayso ninkii kaliye uu heelka ay ka dhiganeysay ee aabaheed iyo dadkeegi iyo ubadkeegi iyo qaraabadeedii ay ka soo raacdayna ee weelka uu ahaana uu ka ridoobay intuu ridoobay isagoo shaaribal khamriya ayu ardul habasha ku dhintay baa la yidhi kaliyeed markaa aqal dhex seexataa waxa taariikhda ku qoran habeen habeenada kamida waxay ku manaamtay dayaxa oo ka soo dhacay samada oo dhabteeda ku soo dhacay Umm Salama radiyallahu anha oo jamaacada muhaajiriinta la socotay bay manaamkii u sheegtay ay tiri manaamka baan arkay bali cabira markaas ay dumarkii la soo hijrooday waxay ku yiraahdeen wallahi garan mayna waxaan u maleeynaa nin sayid sultaan haaqil boqor waxa bini aadanku darajaad iyo mansab adduunka dusheeda ay ku sheeganayaan nin ka wada darajad sareeya inuu zawj ku noqon doono ayaan arintaasi u malaynaynaa dayaxa dhabtaada ku soo dhacay ayaan ku cabbiraynaa bay ku yidhaahdeen riyada wanaagsan eed ku manaamtaa ilaahay xaggiisay ka ahaatay buu nebigu yidhi qofka aad isleedahay khayr baa ku tuhmayaabaa loo sheegaa waa wuxuu kugu cabbiro qofkaasi weeyaan riyada xun ee hawaawiga naxdinta badan lana taa lama sheega buu nebigu yidhi shaydaan xaggiisay ka ahaato lama sheego waxna kaa qaadi mayso لكن ريو وناكسن بات كون ريوتي وفرحد له وحاد جعشه هاي وحكا فرحيي قفكا أسلال هاي قفكا أسوكا خير بدن يهي دينتنا أقوم بكا قلي يهي وكا أقوم في عن يهي وانا كا إيمان في عن يهي قفكا سالو تقايل منام كابان أركا يعبر بالي دادا وحوكوكو عبران أون نقضى بعلم دو دادين رياضة حن هواوي نحدن تلي هذا أقل كوكو قبتي أما هذا قاعد كولا قلمي أما هذا ديارة كولا دعدي أما هذا آسكا قيب قلي أما هذا بكا أما هذا فالحن ريوي كاحن حن لما شيغو وايو شيطان بكا هاتي بو نبي عليه الصلاة والسلام هابين كي رياضة نو عاسا نحدن تلا مركي لغو منامي الله سوء أم ببريل لكعو وحا سنة صدح جربا قنو فير عر عدن عمدك بلغتو فحق بدح أي نقصر لغا أفوفات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق دان مركا جيف كدن عادو جيفتنا ولا بدلاب رسول كوري صلى الله عليه وسلم
marka ayadu waxay ku manaamtay dayax samada iyo samada ka soo dhacay oo dhabteeda ku soo dhacay waa riyo wanaagsan marka ay u sheegtay ummu salama radiyallahu anha riyadi waxa loogu cabiray nin mansabkiisa iyo darajadiisa waxaan ku qiyaasnaa anaku aanan garanaynin ayaa zawjku noqoni doona baa lagu yiri yaa uu noqday marka zawj ma taqaanaan nabigeena muhammad alayhi salaatu wasalaam ayaa jibriil baa u yimid oo ku yidhi rabbigaa baa ku soo salaamayey salaam baa rabbi kaaga wadaa waxaana lagu amrayaa inaad guursatid ramlata binta abi sufyaan gabadha ninkeedii ku weyday ardulxabasha ee ilaahay dartii ardulxabasha iyadoo muhaajirada u joogta ee keligeedna aqalka yare cariishka dhex seexanaysa gabadhaasaa zawjad inaad ku noqoto lagu amray halkaa ka guurso ka meersaa lagu yidhi dadna markaa buu nebigu soo diray markaa ergo boqorkii najaashi baa nebiga meherka ka bixiyey dadkii iyada la socdayna waxay ka dhex dooratay khaalid ibni saciid ay ku tidhi adigaa iga noqonaya bay ku tidhi ma aragtaane weligayga adigaa iga noqonayo adaa dad iigu dhow taana markaa bay noqotay ummulmuuminiin bay noqotay ummulmuuminiin radiallahu canha ramlata binta abi sufyaan gabadh qiimo badan bay noqotay madiina ayaa nebiga loogu keenay calayhi salaatu wasalaam dana madiina markay timiday ayuu nebigu dejiyey aabaheed abaa suufiyaan oo markaa gaala oo weli aanan islaamin ayaa magaalada madiina u yimiday inuu nebiga la galo sulxiyo heshiis markay nebiga wada hadleen ee ay sulxigii arrimihii laga wada hadlay ayuu isyidhi bal inantaadii ramla sii maro sii buuqo dana markaabuu aqalkeediibuu galay gogoshii nebigeennu ku jiifsanaya markuu yidhi ha ku fadhiisatid gogoshii bay ka hor qaaday baa layidhi markaabuu sidaa u eego wuxuu ku yidhi aabo ma firaashka aniga ii qalmin mise anaa firaashka u qalmin buu ku yidhi maxaad iga hoos qaaday markaabay ku tiri maya aabba firaashkan waa firaashkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku jiifsanaayey uma qalantid inaad adigu aad ku fadhiisatid bay ku tidhi waayo adigu nin mushrika oo nijaasa ayaa tahay firaashka nebi maxamedna waa firaash daahira bay ku tidhi iimaanku waa cajiib waa aabbaheedii dhalay islaamnimada markay timaadid ay timaado diinta islaamku waa inaad garataa ayaa la xidhiidhin ayaa la xidhiidhinayn ayaa wax la siin ayaa wax la siinayn ayaa la jeclaan ayaase la jeclaanayn ayaa xidhiidhka loo jari ayaa xidhiidhka loo dayn waxaasoo dhan diinta islaamka ku amraysa alwalaa walbaraa bay culimmadu yidhahdaan alwalaa walbaraa yaase la xidhiidhin ayaase la goyn ramla radiallahu canha gabar taariikh labay noqotay markii dambe taariikhdeedu cajiib ay tahay marka diintooday la baxsanayeen siday u badbaadiyaan iimaankooga islaamnimadooda صهيب الرومي رضي الله عنه أيا مركو هجروني أرض الحب مركو هجروني مدينة المنورة نمان كيف مشركين تو نحن أقلن أرقاس يكو صوبحن نن ملقبين أبوها صهيب رضي الله عنه أبا يحيى وعيكور هذا صهيب أذيق وسعلوك وفقيرة أياد مقالة مكر نوغوت مدي waxaa dhaqaale eed maanta haysatana magaalada maka dhexdeeda ayaad ka samaysay ma waxaad doonaysaa dhaqaalihii intood qaadid maka dhexdeeda aad ka samaysay inaad madiine la tegtid may dhaqaalaha ma qaadan kartid baa lagu yidhi waa ku dilaynaa wuxuu yidhi waad idilaysaan laakiin anaga waa nidili buu yidhi anaga waxuun baa naga dili ogaaday buu yidhi dagaalkaan aqaanaa buu yidhi nin waxaan ahay roomiya leebka sida loo gana ayaan aqaanaa haddaad idishaan waad iga tiro badan tihiin laakiin ana rag baan galaafan buu ku yidhi haddaad dhaqaalo uun doonaysaan dhaqaalaha anaa ayni siin buu yidhi lacagtaydii oo dhan waan nisiin intaan watano gacantan iniga saari magaalada maka een ka soo baxay wixii dhaqaale meel yaalayna waa nii tilmaami laakiin dariiqaa ii bannaya buu ku yidhi dariiqaas waayo nebigaygii muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadaydii baan ka daba tegayaa iimaankaygii iyo diinteyda ayaan ilaalsanayaa iimaankaygii iyo diinteyda wax walba aniga igala qiimo badane dariiqaa ii bannaya buu ku yidhi han mare agtooda diintaa qiimo leh agtooda maxaa qiimo lahaa iimaanka lacagtu qiimo ma leh waa hagaag bay yidhahdeen lacagtiibuu gacanta ka saaray
وكان قات مقال هذا مكان من الهبلاية العقبة يقول آسانا كسوا فقط يبود هل كان كلاسوا بح لكن وضد إبنا يبو كيوني رسول كيجيب أن نتغي عليه الصلاة والسلام ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هجرة أسعدان هجرة هجرة مؤبدة هجرة مؤبدة ما هجرة يرو وقت ير أو كوبان انتي مقنادان أي مقالة ما كقصون غنيان ماها وهجرة مؤبدة أقل ذو ذي بيكتغيان بيره ذي بيكتغيان تجارة ذو ذي بيكتغيان قرابة ذو ذي بيكتغيان وحي دورتين إلهي رسول قيسي دورتين وحي وردن بأوسي وضا ذي بأوبنيين مركز أوسو عدي هل ساعة قدهد أيوها نين غني ومال غبانة ساعات كدبنا وحور نغضي نين فقير ونغضي تقول فقيرة وقعنتي ساشلين كجرين أيو مقال الذي مكا صوغ مدينة صوغ لي بالله يديهن أيا سودة وي نبي جينا محمد عليه الصلاة والسلام ومحو نبي قو كسودة وي ربح البيع يا أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى أبا يحيى بيعك قنعسك هذا إلهي لقى الشيوات كم عشتب النبي وكيد ما أنت لأن اختبار بوها اختبار إلهي الرسول كأردنع يا دوية ذي أردنع كلا دورة بيحيد لأن إلهي عز وجل وحكو الهامي سحابي قاس إنه يراد العقد قيمة ملقاتها لكن نبي الله محمد بانك دبتك يا فرح يقا قد وضدها إبن نيا امتحان لأن مركز نبي يقول لي ربح البيع أبا يحيى أبا يحيى بايع مشترك ما أنت إلهي أدي إلهي إن الدحمري وأتكمع عشتيب النبي يقول عليه الصلاة والسلام يا أوشيك النبي قصة العدي وحي ما نبي الله أوشيك وحي ما شق قضيت وعي كذا عيسى ومكة ودويد تلفون هذا الزمن كان عن عيسى نية آلات كان أقوى ذي اتصال الناس سريعة وحي أردن بعد دويد مركي وأوجد بنا يوم عيسى لكن جبريل بن نبي كوس ودقو وجو الرمية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد مؤمنين توحى كم دبا إلى هاي لا يهي من نفتي سي حولي سي دقاله سا كويب سنة يا إلهي رده سا وأبا يحيى أيا كم دبا لقيري صهيب الرومي باسوس سعدا ودقاله سي كدورتي إلهي الرسول جسنا رالي جليا كدورتي لعقتو أكتو ذا قيمة ملح قبيلكو أكتو ذا قيمة ملح دبلومكو أكتو ذا قيمة ملح أقلدو ذا أكتو ذا قيمة ملح دولكوكو أكتو ذا قيمة ملح أكتو ذا وحا قيمة لإلهي رسول كيسا صلى الله عليه وسلم إنك أنا ما تدن يرده أنه هدي عرودان وحي كو عرب حانين إلهي النبي أفلقا ديان الدين تأفلقا ديان وملائكة أفلقا ديان وميانا دوغين قراء نمن قراء نخرنا يا أو حفاظة عيدو ذي إن ليدو أتكو قالو ذي المنافقين اسكدا ديني ملائكة إلهي الرسول كو أفكال لغو تاقي يا معشر القراء نمن كي منافقين تي يري أبا در إيا سهيب يا بلال بي أركانو مال فرديا ولبا صفر بي هايانو غزوة جهاد بي أسعدين وارقو لذي إن القرآن أخر اسكب بضن له بالغو يري مارك عمتد اللعونين محاين نقع عن توقوين مارك الدقال كالله قلنا محاين نقف ليسن أريقا سكا ورما وأريقا نيمك السومالي دو اعترادو هدان علموي عدعن موي عيدان كهاد ديو حقا قلوين كيغا قلبيت كايد هذا هدان علموي عدعن موي عيدان كهاد ديو ما حيكا ديغان تاي هذا الكنيكا منافقا ويري عهدك نبيك صلى الله عليه وسلم يا معشر القراء أرركين القرآن خرس كبدن لهو مركا دقال لقال ينا محاي نقا فليسا مركا عمتاد اللعون ينا محاي نقا عن توقوين أرقا يا أرقا إنكو أن لين اسمتكين يا واشتقين أرقا أبان لا يري ميوات قالوا دين
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وحضر دار أو شيئا كرتان مجر تبا إلى هاي كويري وات قالوا دين بلغوا يري إيمانكي ني كذب قال لي ما تقول دعين بلغوا يري وات قالوا دين فما محاذ ملين مركا نك إلهي النبي أفك كتاك ينا إلهي هنوصى النغن وهنتوبتك أنه